والسؤال هو من هو مخرج فيلم أسماء؟ أنت فكرة؟ رفعت إجابتك. كاملة أبو زكري؟ كاملة أبو زكري إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمود إجابتك. يوسف شاهين؟ إجابة خاطئة. مين الإجابة؟ مين اللي عنده الإجابة؟ أنا ما عنديش. هو أسماء بس أنا ما عنديش الإجابة. هتفاجئوا دلوقتي. اسم أنتوا كلكم عارفينه. الإجابة الصحيحة المخرج عمرو سلامة. عمرو. أيوه بالظبط كده. وعمرو سلامة مخرج شاطر جدا وعامل مسلسل جميل جدا، مسلسل طايع، والحقيقة أنا اتفرجت عليه واستمتعت بيه جدا. نحيي كلنا المخرج عمرو سلامة.